السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. موضوع الثقة بالنفس تتكرر أسئلة حولها من بعض المتابعين، لأن بعض المتابعين يقولون لا ينبغي أن تقول أنا أثق بنفسي أو ثق بنفسك، هذا يخالف الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والعالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أفتى بعدم جواز ذلك. فأردت في هذا الفيديو أن أبين الوجه الشرعي لهذه المسألة. لا شك أن الثقة بالنفس أمر مكتسب، يحتاج المسلم أن يتعرف على طرق تحصيله ليكون من أهله، ولكن ينبغي عليه أولا أن يفرق بين الثقة بالنفس والغرور. فالثقة بالنفس تعني الشعور بما وهب الله إياك من الصفات الحسنة والعمل من خلالها على ما ينفعك، فإن أسأت استعمالها أصابك الغرور والعجب، وهما مرضان مهلكان. وإن أنكرت تلك النعم التي أنعم الله عليك والصفات الحسنة التي وهبها الله إياك أصابك الكسل والخمول، وخيبت نفسك وأضعت نعم الله عليه. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كما أن ثقة المسلم بنفسه لا تعني عدم حاجتك لربك ولمولاك ولخالقك لكي يوفقك ويسددك، ولا تعني ذلك عدم حاجتك لإخوانك ولعامة الناس لينصحوك ويرشدوك. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول ألا يكله لنفسه ولو طرفة عين. قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم قول فلان واثق من نفسه أو فلان عنده ثقة بنفسه، وهل هذا يعارض الدعاء الوارد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فأجاب لا حرج في هذا، لأن مراد القائل فلان واثق من نفسي التأكيد، يعني أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به. ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحيانا على سبيل اليقين، وأحيانا على سبيل الظن الغالب، وأحيانا على وجه الشك والتردد، وأحيانا على وجه المرجوح. إذا قال أنا واثق من كذا أو أنا واثق من نفسي أو فلان واثق من نفسي، المراد به أنه متيقن من هذا ولا حرج فيه، ولا يعارض هذا الدعاء المشهور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان يثق في نفسه بالله وبما أعطاه عز وجل من علم أو قدرة أو ما شابه ذلك. وهذا يؤكد عظيم حاجة العبد لربه تعالى، فالعبد جاهل وربه تعالى العليم، والعبد فقير وربه تعالى الغني، والعبد ضعيف وربه تعالى القوي، والعبد عاجز وربه تعالى القادر. قال المولى عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالأمر إذن بين أمرين، فلا هو العجب بالنفس والغفلة عن الله، ولا هو الضعف والتردد والتواني وخيبة النفس، بل هو قوة في العمل مع استعانة بالله عز وجل وتوكل عليه. وإلى هذا المقام الشريف يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء. هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدرة والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. ومن هنا أيضا كانت حاجة العبد للاستخارة والتي يعترف بها بحقيقة الأمر فيما يتعلق به وبربه تعالى. وفي أول دعاء الاستخارة يقول العبد اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم كيف يزيد الإنسان ثقته بنفسه؟ أولا ثقته بربه وحسن التوكل عليه، طلب النصرة والتأييد منه. فالمسلم لا غنى له عن ربه تعالى،
وكما ذكرنا قبل فإن الثقة بالنفس أمر مكتسب، ويحتاج المسلم من ربه تعالى التسديد والتوفيق، وكلما كانت ثقته بربه أكثر كانت ثقته بنفسه في أعلى درجاته. رأينا الثقة العظيمة من موسى بربه، قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. واثق من نفسه، ثم البحث عن جوانب القوة في النفس فتزيد هذه الجوانب، وتزيد من جوانب الإتقان وتنمي هذا الجوانب، وتنتبه لجوانب الضعف والنقص فتعالجه. وحتى تتعزز الثقة بالنفس لابد من النظر بعين الثقة لما وهبك الله تعالى إياه من صفات وأفعال متقنة، حتى يكون ذلك دافعا لك لتعزيز ثقتك بنفسك. وأما جوانب الضعف فإن عليك إصلاح حالها وجعلها في مصاف الطبقة الأولى من حيث قوتها وإتقانها. ومن المهم جدا لك أيها المسلم الذي تبحث عن وسائل تقوية الثقة بنفسك أن لا تردد كلمات الإحباط: أنا ما عندي ثقة بنفسي، أنا لا أكاد أوفق في عمل، هذا خطأ، أنا إنسان فاشل، أنا لا أنجح في شيء. وعلى المسلم وضع أهداف محددة في حياته ومراجعة نتائجها أولا بأول، لأن الواثق بنفسه يرى أهدافه محققة، فقد أحسن التخطيط ووهبه ربه حسن النتائج. وليحرص المسلم على الصحبة الصالحة ومصاحبة أهل الخبرة والتجربة. لماذا؟ لأنها تقوي مظاهر النجاح لدى الإنسان وتشجعه على بذل المزيد من العمل. الصحبة الصالحة تدلك على سلوك الطريق الأفضل، فصارت الصحبة الصالحة من عوامل النجاح، ثم لا تشتغل بالتجارب القاسية السابقة وتفكر في محطات الفشل الماضية، لأن من شأن ذلك أن يعطيك إحباط في العمل ويقلل جوانب النجاح، وهذا مما يجعلك دائما متأخرا عن المتفوقين. هم يمشون وأنت مكانك راوح، هم يثقون بنفسهم وبأعمالهم وبخبراتهم وبتجاربهم، أنت تحبط نفسك وتذل نفسك وتضع نفسك في مكان لا ينبغي أن تضعه، بل أنت ضع نفسك في مكان ومرتبة أعلى. لا مستحيل، هكذا يكون شعارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.